يا مساء الخير، يا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. حلقه جديده والسادسه. الحقيقه انا يمكن كنت يعني حلقه النهارده في الانترو مجهز لها موضوع مرتبط بالمشهد اللي احنا بنشوفه ككل. مقارنه سريعه كده توريك احنا فين، يعني في مصر وفي افريقيا واقفين فين والعالم كله بيتحرك فين، عشان لما بنقول ان احنا الفرق بيننا وبين العالم اللي احنا بنحاول نوصل له او بنحاول نلحقه سنين كتير، سنين ضوئية. يمكن المثل البسيط ده كان يوضح الفارق. وقصة الجواب اللي احنا بنتكلم عليه، عارف فين الجواب؟ عارف يرحمكم الله، مش انا اللي عطست يا ريس. طب يرحمكم الله، ولا انا يا ريس، ولا انا ولا انا ولا انا، امال مين يبقى في حد غريب بينا؟ هي بالظبط تقريبا ده المثل اللي ينطبق على هو الجواب راح فين. لما تشوف لما تشوف المشهد والطريقه ده، طبعا لا ينفي على الاطلاق طبعا الجريمه اللي ارتكبها الاتحاد الافريقي، وبس بيحاول يستخبى في الحته دي. يعني هي جريمه واضحه المعالم ومكتمله الاركان زي ما بيقولوا عليها اهل القانون، يعني اللي هو يعني من الاخر كده انه الشرط الوحيد مفترض انه اللي يبقى حريص عليه الاتحاد الافريقي في مباراه من النوع ده انه يبقى ملعب محايد. هم قرروا ان هم يلعبوها في ملعب واحد، او المباراه النهائيه تلعب في ملعب واحد بشرط انه يكون ملعب محايد، وبشرط طبعا انه ما ينفعش ان كل سنه يبقى هو نفس الملعب في قاره فيها اكتر من 50 دوله. يعني ولسه كان عندنا دوله كبيره جدا زي الكاميرون مستضيفه بطولات، والسنغال مستضيفه بطولات، وكلهم عاملين ملاعب جديده وعايزين يسوقوها وعايزين يبقى لهم يعني مكاسب منها. يعني ما علينا، مش قصتنا الاتحاد الافريقي الحقيقه. قصتنا هي، وده نموذج صغير جدا يوضح لحضرتك ازاي بتدار شؤون اهم لعبه شعبيه وجماهيريه في مصر. فكره التواصل في عصر الانترنت والسوشيال ميديا اللي حاصله بين الاتحاد الافريقي لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم. الكلام في الاخر بقى من قصه بندور على الجواب، اصل احنا مش عارفين مين الجواب، ونفرقع بقى بلالين كده في الهواء. اصل الاتحاد اقل 12 واحد، والاتحاد مشى 12 واحد على خلفيه انه مش لاقين الجواب. جواب ايه يا جماعه؟ جواب ايه اللي احنا بندور عليه واللي انتوا بتتوهوا الموضوع في تفصيل؟ ده احنا لو الجواب ده يعني لو هي قصه جواب فعلا، احنا نبقى قدام مهزله واضحه وصريحه. وعلى كل شخص مسؤول في اتحاد كرة القدم، سواء كان اسمه لجنة سواء كان اسمه اتحاد منتخب، انه يعلم مسؤوليته ويتنحى عن المشهد. دي تبقى فضيحة لما نحمل في النهاية قصة لموظف. حتى يعني لو افترضنا جدلا السيناريو ده حصل فعلا وفي موظف أخطأ، ده يتحملها الحقيقة رئيس اتحاد ومجلس ادارته قبل الموظفين الصغار اللي في النهاية مش عارفين يمشوا منظومة تواصل كوميونيكيشن، اهم يعني واحده من اهم ادوات العمل في العصر الحالي، كوميونيكيشن تولز. تتكلم على جواب وصل وضاع ومش عارف ايه، والسيناريو الحقيقه مفضوح قوي. يعني انا مش عايز ادخل في ان غدا لناظره قريب، وغدا ده قريب جدا السبت. انتظروا الحقيقه كل الحقائق والملابسات المتعلقه بالمشهد في مباراه نهائي افريقيا. لكن الحقيقه ده كله مقدمه، وطبعا يعني انا كنت الحقيقه يعني كنت عايز اوري لحضراتكم طب خليني اوريكم بالمناسبه، تعالوا نشوف الناس اللي مخلصه بطوله دوري الابطال يوم 28/5، يعني قبل نهائي دوري الابطال بتاعنا بيومين، ب 48 ساعه. حاطه الموسم الجديد ازاي؟ الناس بتقول لك احنا واضحين الشفافيه والعداله والمساواه وتكافؤ الفرص والوضوح هو اهم سماتنا. وده حاجه مش محتاجه يعني امكانيات عظيمه، ولا محتاجه خبرات لا متناهيه، ولا محتاجه تقدم تكنولوجي، ولا محتاجه امكانيات ماديه جباره. ده اي حد بيعمل دوره صغيره كده بين شويه مراكز شباب يعرف يعمل الكلام اللي عامله الاتحاد الاوروبي اللي قدام حضراتكم على الشاشه ده. ناس بتقول لك دوري ابطال اوروبا موسم 2022/2023، تعالى موعد قرعه الدور التمهيدي 7 يونيو، يعني بعد انتهاء النسخه الثانيه بحوالي 10 ايام. قرعة الدور المؤهل لدور المؤهل الأول 14 يونيو. قرعة الدور المؤهل الثاني 15 يونيو. قرعة الدور المؤهل الثالث 18 يوليو. نقلب الصفحة. قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات يوم 1 أغسطس. قرعة المجموعات 25 أغسطس. قرعة الدور ال 16 7 نوفمبر. قرعة الدور الثمانية 17 مارس. ويتم تحديد أثناء قرعة دور الثمانية أطراف مواجهتي نصف النهائي،
وموعد المباريات، ويتم أيضا التأكيد على موعد المباراة النهائية يوم 10 يوليو 2023 في اسطنبول. هو أنا محتاج حد في الاتحاد الأفريقي يبقى يعني جهبز، أو يعني ما جابتوش ولا هذا، أو يبقى يعني ما حصلش عشان يعمل ده من قبل الموسم ما يبدأ؟ هي حالة الصراعات اللي موجودة داخل الاتحاد الأفريقي وتوالي الإدارات واتهامات بالفساد، اللي يمكن كنا تفاءلنا بأنه راجل متسبي، ده كانت تصريحاته هو. لا يبدو على فكرة، أنا يعني يبدو لحتى اللحظة هو متسبي ظالم ومظلوم. ظالم لأنه أعلن أنه في برنامجه أو في أثناء توليه مسؤولية رئاسة الاتحاد الأفريقي أنه جاي يغير وجه الكرة في القارة الأفريقية على مستوى تنظيم المسابقات وعلى مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الشفافية وعلى مستوى مكافحة الفساد، ويبدو أنه لم ينجح في ده. ويبدو أن في مراكز قوة داخل الاتحاد الأفريقي من مصلحتها أنه أن تبقى الأحوال على ما هي عليه، ويبدو أنه عجز عن المقاومة حتى أو عن اتخاذ رد فعل يوازي الفعل اللي حصل. أنا بكلمكم على مشهد صغير جدا في الكرة الأفريقية، مشهد نهائي دوري الأبطال، مش بس عشان أهلي، عشان الفساد اللي بنسمع عنه في الاتحاد الافريقي بقالنا سنين، واللي اتحاكم بسببه مسؤولين كتير جدا ورؤوس كبيره جدا في الاتحاد الافريقي في السنوات الاخيره. هل احنا محتاجين حد عبقري عشان يعمل ده في بطوله، اهم بطوله كره قدم في افريقيا على مستوى الانديه؟ بالتاكيد لا. بالتاكيد لا. واي طالب صغير في كليه هندسه او في، مش لازم في كليه هندسه حتى، لا اي طالب متفوق في الثانويه العامه يقدر يحط جدول مسابقه ويدرس تفاصيلها ويدرس ظروف القارة الأفريقية واتساع المسافات والمساحات بين الدول وبعضها البعض وصعوبة الانتقال من دولة لتانية وسوء حالة الملاعب وعدم وجود تقنيات التكنولوجيا زي الفار، ويقدر يحط لك بطولة تتناسب مع إمكانيات ومع قدرات الدول في قارة أفريقيا، وتبقى بطولة ناجحة جدا ويتم تسويقها وتجيب أرباح للأندية والاتحاد الأفريقي أضعاف مضاعفة اللي بيحصل على المشهد الآن. لكن ده طبعا لن يحدث، على الأقل على الأقل في القريب العاجل. وجات لي الصدمة الحقيقة قبل ما أدخل على طول، طبعا هي صدمة يعني شهدها كل جماهير الكرة والمعنيين والمتابعين بتفصيل لكل أحوال الكرة في مصر بالتسريبات الأخيرة. مش عايز أقول إنها تسريبات كاشفة، أنا طبعا مش هقدر أعرضها، يعني طبعا هي لو اتعرضت أو لو حضراتكم سمعتوها يعني هتكسر الدنيا، ده بالنسبة لما سمعهاش طبعا، لكن اللي سمعها خد الصدمة. أنا ما أقدرش أعرضها وما أقدرش أسمعها لحضراتكم، لأن في المقام الأول والأخير بحترم جمهور السادسة، جمهور النادي الأهلي عموما، وبحترم الشاشة اللي أنا بنتمي ليها واللي ليها قواعد ومبادئ ومعايير، مش ممكن أبدا أنها تتجزأ حتى لو على حساب يعني حاجة ساقطة بهذا الشكل. هو سقوط، استمرار لمسلسل السقوط. الحوار اللي إحنا سمعناه بين اتنين من المسؤولين عن أكبر الكيانات الرياضية في مصر هو استمرار حقيقة لمشهد السقوط. مش عارف احنا رايحين لفين، يعني خلاص احنا تقريبا، هو احنا اوريدي في مستنقع الحقيقة. يعني المشهد كله واللي اكده التسريبات الاخيرة دي واستمرار للتسريبات اللي ظهرت قبل كده ومحدش حاسب ومحدش اتكلم ومحدش قال ازاي ده ممكن يكون بيحصل ومين ممكن يكون متهم ومين ممكن يكون مجني عليه ومين ممكن يتحاسب على فاتورة استغلاله بشكل سيء لمهام منصبه أو لسلطته، ما حصلش. وبالتالي إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، أنا مش عارف ممكن يكون المشهد، الرياضة المفترض أنها بتقاوم الأخلاق، الرياضة المفترض أنها بتعلم النشء يعني إيه أخلاق رياضية ويعني إيه روح رياضية ويعني إيه منافسة شريفة ويعني إيه، ليه وصل بينا الحال لكده؟ دي رياضة يا جماعة. امال الناس تعمل ايه في المجالات التانية اللي فيها صراعات حقيقيه؟ انا عارف طبعا ان الرياضه تحولت بشكل كبير جدا للصناعه والبزنس والاقتصاد في السنوات الاخيره، بس مش ممكن ينحط بينا الامر ان احنا نوصل للدرجه دي لما المسؤولين الكبار يبقوا بيتكلموا كده، منتظرين ايه من الولاد الصغيرين تحت؟ فاصل وندخل في تفاصيل حلقتنا. اسمحوا لي بس اقول الموضوع ملوش علاقة تماما بفكرة تسريبات أو إهانات، الموضوع ليه علاقة بأنه إزاي الناس بتتحرك، إزاي الناس بتتطور، إزاي الناس بتتقدم. أنا لسه كنت بقول لحضراتكم في المقدمة أنه الرياضة في العالم كله النهاردة بقت ليها أو مرتبطة
او داخل فيها حاجات كتيره جدا مرتبطه بنواحي اقتصاديه، بنواحي تسويق ورعايه، ونواحي قانونيه مرتبطه بالعقود بتاعت اللاعبين وفكره فض المنازعات والجهات المسؤوله عن تطبيق القوانين واللوائح، مرتبطه بنواحي فنيه، مرتبطه بحاجات كتيره جدا، ونواحي اقتصاديه والى اخره، وعقود بيع اللاعبين ووكلاء اللاعبين وعلاقتهم بالانديه والى اخره. وبالتالي المنظومه الحقيقه بقت محتاجه ناس محترفه، ناس عندها رؤيه. ومش عايز اقول اسماء، مش عايز اقول اسماء، مصر رائده، ده شيء ما فيش شك فيه، لكن مهم انك انت تحافظ على الرياده دي وتطور من نفسك عشان دايما تكون رائد في المجال ده. وبالتالي انا شايف الحقيقه ان احنا الرياده اصبحت في خطر، عشان الرياده دي مش مجرد شعار، الرياده دي بتتطبق او بتترجم لخطوات وبرامج عمل ورؤيه مرتبطه بمستقبل الصناعه دي كلها. الكوره ما بقتش رياضه بس، الكوره بقت صناعه كبيره جدا، وعندنا تجارب، مش هقول اسماء لكن عندنا تجارب حوالينا. مش هاخدكم لاوروبا لان اوروبا طبعا الدنيا فيها بقت بعيده قوي، لكن هاخدكم لتجارب في المنطقه حوالين مننا قدرت انها تستفيد بده وتستلهم من تجارب دول نجحت وتاخد خطوات عملاقه عملاقه. طيب النهارده كان في مؤتمر مهم جدا تم دعوه النادي الاهلي ليه، ممثلا في كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وحضروا ايضا دكتور سعد شلبي. النهارده المؤتمر ده النهارده كانت الجلسه الافتتاحيه، جلسه افتتاحيه للمؤتمر العربي الثاني للرياضه والقانون. الدوره السنه دي مقامه تحت عنوان اسمه ايه؟ اسمه العقود الرياضيه وتسويه منازعاتها محليا ودوليا، وده بتنظمه او الهيئه القائمه على تنظيمه هي المنظمه العربيه للتنميه الاداريه، وهي بالمناسبه تابعه لجامعه الدول العربيه. مؤتمر بيناقش عدد مهم جدا من الموضوعات المتعلقه بالنواحي الاداريه، بفكره تسويه المنازعات، بفكره النواحي القانونيه وعقود اللاعبين، عقود الرعايه، كل ده الحقيقه هيقام على مدار يمكن 3 او 4 ايام في الفتره من 5 ليوم 8 يونيو. مؤتمر مهم جدا، واعتقد فيه فعالياته هتطرح عدد كبير جدا من او على اجندته يعني من الموضوعات اللي تهمنا عشان نخرج بقى من الدايره المغلقه ونشوف العالم بيتحرك ازاي. وبالمناسبه يمكن كابتن محمود الخطيب تم تكريمه، تم اهدائه درع النهارده في على هامش طبعا مشاركته، على هامش كلمته اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي، ونرجع نتكلم بالتفصيل ايه هي اهميه هذا المؤتمر وايه هي اهم الموضوعات اللي هتطرح على اجندته في الايام المقبله. خلينا نسمع كلمه كابتن محمود الخطيب ونرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. يمكن الحقيقة في البداية بس بشكر حضراتكم لدعوة النادي الأهلي للمشاركة في هذا المؤتمر. الحقيقة عنوان مهم جدا لتطور الرياضة. الرياضة أصبحت صناعة، والرياضة استثمار كبير جدا. أي صناعة وأي استثمار يجب أن يكون القانون يحميها، والقانون يضع الأسس لنجاح هذا الاستثمار. ويمكن بالنسبة للنادي الأهلي الفترة الأخيرة يعني شهد استثمار كبير جدا من خلال يعني تأسيس بعض الشركات، اللي بشكر الدكتور أشرف صبحي حقيقة على تسهيل وتيسير هذا الأمر، لأن هو يعلم تماما مدى أهمية الاستثمار الرياضي. وبالتالي طبعا الفعاليات المؤتمر الكريم إن إزاي برضو نحمي هذا الاستثمار من خلال القانون. لا شك إن اليوم تعد صناعة الرياضة صناعة ضخمة جدا جدا على مستوى العالم والوطن العربي أيضا. استقدر مساهمتها في حركة التجارة الدولية بما يزيد عن 3% من إجمالي تلك الحركة. كما أصبحت الرياضة قطاع اقتصادي يشكل ركنا أساسيا من الاقتصاد الكلي لأغلب الدول، ومنها بالضرورة الدول العربية، وجزء رئيسي من إنفاق الأسر باختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، سواء لشراء عضوية جديدة في أحد الأندية أو مراكز الشباب
أو اشتراك في الأكاديميات الرياضية أو شراء أدوات رياضية لحصة الرياضة في المدرسة، حتى شراء الكرة اللي ممكن الطفل يلعب بيها في الملاعب المفتوحة. الأمر الذي جعل جميع الحكومات والمؤسسات والأفراد لديه شغف كبير بتلك الصناعة، تلك الصناعة الضخمة التي تجذب إيرادات تجاوزت أكثر من 845 بليون دولار حول العالم. تلك الإيرادات ناتجة عن عقود ضخمة تنظم انتقالات اللاعبين، الحصول على خدمات المدربين، شراء حقوق البث والرعاية، البث التلفزيوني والرعاية وحقوق الامتياز للعلامات التجارية. طبعا وأرخ حاجات تانية أخرى، لكن دي الحاجات الأساسية اللي هنتكلم فيها. هذا التطور الاقتصادي السريع والمتلاحق لصناعة الرياضة والاندفاع للاستثمار في مجالاتها المختلفة يرتكز على العديد من الدعائم الرئيسية، مثل التمويل، تكنولوجيا، موارد بشرية وألخ. لكن المهم هنا بقى إن الضبط القانوني عبر النظم الأساسية للأندية والاتحادات والعقود القانونية لتلك الصناعة يمثل حجر الأساس للنجاح واستدامة التفوق في المنافسات الرياضية والتدفقات المالية ونجاح العلاقات ما بين أطراف الصناعات المختلفة. وفي ضوء ذلك، فإن تاريخ النادي الأهلي العريق ونجاحات الفرق الرياضية على كافة المستويات الوطنية والقارية والدولية ودعم المنتخبات الوطنية بأكثر من 50% من اللاعبين كان ولا يزال يرتكز في الأساس على نظام أساسي قوي يتوافق مع القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية، ويلتزم بتطبيق نصوصه جميع أبناء عائلة النادي الأهلي. كما إن الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت أكثر من 1,600,000,000 جنيه خلال الأربع سنوات الماضية في البنية التحتية والملاعب والصالات بالمقر الرئيسي وفرع النادي في مدينة نصر، أهلي مدينة نصر وأهلي الشيخ زايد، وأيضا فرع القاهرة الجديدة إن شاء الله الذي سيتم افتتاحه قريب جدا بإذن الله في خلال شهرين ثلاثة تقريبا إن شاء الله. والطفرة الكبيرة في الإيرادات التسويقية والتي أصبحت الأكبر بين مختلف أندية القارة الأفريقية تعود إلى كافة الإجراءات والصياغة الدقيقة للعقود القانونية والتي توضح التزامات وحقوق كافة الأطراف وتوافقها مع صحيح القانون ولا تتعدى على حقوق الآخرين، لاعبين، مدربين، اتحادات، أندية منافسة، وسائل إعلام، شركات راعية، شركاء تجاريين. وكل ذلك يتم من خلال لجنة قانونية تضم كفاءات مصرية برئاسة مستشار الجليل محمود فهمي، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ونحن في النادي الأهلي حرصنا على مشاركة لأننا كلنا أمل أن يقدم هذا الملتقى الدولي والذي يضم قامات وكفاءات عالمية في مختلف مجالات القانون والاستثمار والصناعة، وبالطبع منها ما يختص بالرياضة، للخروج بحلول وتوصيات ويمكننا من خلالها التغلب على التحديات التي ما زالت تواجه تطور صناعة الرياضة المصرية والعربية، مثل التعدي على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية للأندية والاتحادات، حماية المحتوى الرقمي للمنافسات الرياضية وحقوق الرعاية، ومراقبة تدفق الأموال بتلك الصناعة الواعدة، بالإضافة لوضع توصيات لتحفيز الاستثمار بالمجال الرياضي ورؤية قانونية لمزيد من الإعفاءات الضريبية على الأندية والاتحادات التي لا تستهدف الربح والإنهاء السريع للمنازعات الرياضية، وده أمر هام جدا.
وفي النهاية نتمنى التوفيق والسداد للقائمين وجميع المشاركين بهذا الملتقى لما يخدم أهداف الرياضة النبيلة والإنسانية وخدمة مصالح الرياضة المصرية والعربية وتمكين أنديتها واتحاداتها الرياضية في أن تكون في صدار يعني في صدر الرياضة العالمية. دعواتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم على هامش مشاركة النادي الأهلي النهاردة وتواجد كابتن محمود الخطيب وكلمته دكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كان حريص أنه يهدي كابتن محمود الخطيب درع المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، اللقطة اللي حضراتكم شايفينها. وعن مشاركة الأهلي خلينا نتكلم شوية. مما لا شك فيه أنه كيان النادي الأهلي ومنظومة العمل داخل النادي الأهلي تعتبر واحدة من أنجح المنظومات على مستوى المصري بالتأكيد، ده ما فيش شك فيه، ولكن كمان على مستوى العربي والإفريقي. بتكلم على كيان نجح بشكل كبير جدا على كل المستويات، اقتصاديا، استثماريا، تطوير في البنية التحتية، نجاحات لكل النشاطات الرياضية يشهد ليها القاصي والداني. وبالتالي الحقيقة حرص النادي الأهلي كمان على المشاركة في ده، وبالتأكيد ما عنديش شك فيه إن كل الرجال، كل المنظومة، كل القائمين من كافة النواحي الرياضية والقانونية والاقتصادية والاستثمارية والفنية كلهم كفاءات على أعلى مستوى وقامات كبيرة جدا، هم اللي كان ليهم فضل على مدار أجيال كبيرة. مش بس بتكلم على الجيل الحالي المتواجد في موقع المسؤولية، لكن بتكلم على مدار عمر طويل، على مدار امتداد تاريخ النادي الأهلي. دايما الكفاءات موجودة في كل القطاعات، وهدفها الأول هو أنه اسم النادي الأهلي يكون دايما عالي. وبالتالي مع كل النجاح ده اللي بيشهد به الجميع الحقيقة، حرص النادي الأهلي يعني يكون دايما مواكب، وعن يكون دايما حاضر في كل المشاهد اللي ممكن تضيف أو تطور أو تكبر من اسم النادي الأهلي، واضح جدا من خلال مشاركته في المؤتمر وكلمة كابتن محمود الخطيب اللي سمعتوها حضراتكم واللي عرضناها دلوقتي. طيب خلينا نستقبل دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي معانا على التليفون. يا دكتور سعد مساء الخير، ويسعدنا دايما إن احنا نسمع صوت حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك. خليني أنقل للناس فكرة بس كده بداية عن مشاركة النادي الأهلي في المؤتمر، وعن أهم الموضوعات اللي هتطرح على أجندة المؤتمر على مدار الأيام اللي جاية. يعني خليني أقول لحضرتك في البداية، طبعا النهاردة كان الجلسة الافتتاحية في المؤتمر، والحقيقة شرفت الجلسة الافتتاحية بحضور الكابتن محمود الخطيب، وكان في ايضا قامات دوليه كبيره كان يعني بيتقدمها ايضا معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. اشرف صبحي رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب. وفي الحقيقه المؤتمر طبعا بياتي تحت مظله جامعه الدول العربيه، ومن هنا كان حرص الكابتن محمود في الحقيقه على ان دور النادي الاهلي ايضا بيمتد خارج حدود الدوله المصريه في الحقيقه، وبيقدم تجاربه الفريده لكل الأندية العربية في الحقيقة. وده كان محل تقدير تاني لما الكابتن محمود تفضل مشكورا وألقى كلمته في المؤتمر، يعني كان في الحقيقة في إعجاب واستحسان كبير من التجربة الفريدة للنادي الأهلي. يمكن كابتن محمود يعني في كلمته استعرض كيف أن القانون محور أساس الحوكمة في النادي الأهلي على مدار تاريخه، ولا يزال النادي الأهلي يلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية وأيضا القوانين الوطنية، وده اللي مكن النادي الأهلي في الحقيقة أنه يحقق الإنجازات الرياضية. فكان هنا الربط في الحقيقة، ده كان محل تقدير كبير. كمان الكابتن محمود كان حريص أنه يعرض تجربة النادي الأهلي فيما يتعلق بعقوده ما بين كافة الأطراف وشركاء الاستراتيجيين. فانت حضرتك تقريبا النهارده عشان اي مؤسسه رياضيه تنجح وفي تجارب استثماريه كبيره، يمكن لسه السوق المصري ما كانش قادر يتوافق مع التجارب الاستثماريه اللي موجوده، لكن النادي الاهلي في الحقيقه بقياداته وبرموزه التاريخيه قدر يعمل تجربه فريده في هذه العقود. واستعرض الكابتن محمود قيمه ايضا هذه الصناعه عشان تعرف الناس قد ايه الصناعه دي مهمه. يمكن كابتن محمود عرض في كلمته ان قيمه صناعه الرياضه حول العالم 845 مليار دولار، ده رقم النهارده الناس اتفاجئت بيه في الحقيقه في قاعات المؤتمر. كمان مش بس كده، الكابتن محمود قال النادي الاهلي واحد من اكبر المؤسسات اللي بتستثمر استثمار
حقيقي في صناعه الرياضه، واشار الى ان النادي الاهلي استثمر تقريبا ما يقرب من 1.6 مليار جنيه خلال ال4 سنوات الماضيه في تطوير كل بنيته التحتيه من صالات وملاعب في الفروع الاربعه. ويمكن اشار كمان ان احنا ان شاء الله بننتظر الفرع افتتاح الرابع الفرع الجديد العاجل اللي هو فرع القاهره الجديد. الجديده. أي. كمان الكابتن محمود ما شافش الموضوع بس عند استعراض تجربه النادي الاهلي، لكن في الحقيقه كان عنده رؤيه واضحه ان هو ازاي نقدر نحط خارطه طريق لاستثمار المؤتمرات في العالم العربي، وان احنا يبقى عندنا حلول ناتجه عن هذه اللقاءات. في الحقيقه طبعا حضرتك يا احمد دي تعرف ان كان في قامات كبيره موجوده في جامع حضور، منهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، المستشار حسين فتحي رئيس هيئه قضايا الدوله، ايضا رجل الاعمال ووكيل مجلس النواب الاستاذ محمد ابو العينين. في قامات كثيره في الحقيقه كانت يعني سعيده جدا بكلمه الكابتن محمود وتجربه النادي الاهلي اللي قدر يعرضها الكابتن محمود ببراعته اللي احنا دايما بنعهدها منه. كان في حاجه كمان تطرق اليها، وهو ان النادي الاهلي كان واحد من المبادرين في استثمار القانون الجديد بتاع الرياضه اللي صدر 2017، واستثمره بشكل جيد بتأسيس 3 شركات كبيرة. أيوة. هي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للخدمات، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة اللي كان قام بها النادي الأهلي سابقا واللي أحد مخرجاتها قناتنا المتميزة قناة النادي الأهلي، هي تتبع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي اللي الأهلي كان سباق أيضا في 2008 قبل صدور هذا القانون، وقدر يأسسها تبع قانون الاستثمار. يمكن كمان احنا يعني وقفنا كتير لان خروج كابتن محمود كان صعب، لما خرج توقفت الجلسه الثانيه او الجلسه الاولى الرئيسيه للمؤتمر اللي كان بيحضرها معالي المستشار عبد المجيد محمود والمستشار حسين فتحي والدكتور عماد البناني رئيس جهاز الرياضه السابق، وايضا كان فيها الدكتور محمود ابو العينين. في الحقيقه توقفنا فتره كبيره لحد ما الكابتن محمود كل الحضور من 9 دول 180 واحد كانوا حريصين على التقاط صوره تذكاريه، ودايما يعني ده محل فخر لينا في النادي الاهلي، وايضا محل فخر لينا في جمهوريه مصر العربيه ان ال 180 موجودين حريصين على ان ياخدوا صور تذكاريه. الاستاذ محمود عبد المجيد قال مش هنقدر نبدا الا ما كابتن محمود يغادر فعاليات المؤتمر، لان كله حريص على يعني طبعا طبعا كاريزما، الكاريزما للنادي الاهلي وللكابتن صحيح. واللي على المستوى الشخصي يمكن انا عارف كمان انه يمكن الكاريزما وحب الناس دي بيدفعها كابتن محمود الخطيب الحقيقه في ظل يمكن يعني ظروف صحيه كان الله في عونه وربنا دايما يطمنا عليه ويشفيه ويبقى دايما في احسن حال، لكن الحقيقه ابدا حتى رغم في بعض الاوقات الامه او اوجاعه بيبقى حريص دايما على التواجد وما بيحسش يعني بيخليش الناس تحس ابدا بانه في مشكله. على هامش المؤتمر في مؤتمر جماهيري بقى مستنيان الناس يوم السبت دكتور سعد، يعني المؤتمر اللي اعلن عنه النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيكشف فيه او هيتكلم فيه عن كل الملابسات المتعلقه بازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. دكتور سعد معانا ولا عندنا مشكله في الاتصال؟ انا معاك يا احمد دي لو حضرتك. كنت بسال حضرتك المؤتمر اللي الناس كلها مستنياه الحقيقه واللي اعلن عنه النادي الاهلي انه هيقام ظهر يوم السبت الساعه 12 السبت اللي جاي، والمرتبط بكل التفاصيل اللي هيعلنها النادي الاهلي والمرتبطه بازمه ملعب او ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني المؤتمر مجدول، كان متجدول في النقاط اللي تم عرضها سابقا، وانها كانت ان احنا قبل ما نسافر ان شاء الله كان في وعد وعهد من كابتن محمود ومجلس اداره النادي الاهلي في الحقيقه ان هيبقى في مؤتمر ان شاء الله يتم استعراض الاحداث اللي صاحبت هذه البطوله. وفي الحقيقه احنا يعني زي ما النادي الاهلي دائما بيوفى بعهوده ووعوده، فقرر ان يبقى المؤتمر ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله القادم بمقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 12، وان شاء الله يتم اكمال فعاليات المؤتمر في حضور كابتن محمود وايضا مجلس النادي الاهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد شلبي طبعا مدير تنفيذي للنادي الأهلي، بشكرك. وده يمكن الكلام اللي مرتبط بفكرة الريادة اللي ابتديت بيها حلقة النهاردة، ازاي تكون دايما يقولك انه الحفاظ على النجاح أصعب بكتير جدا من الوصول ليه. النجوم الكبار تعرف ده،
انك انت لما تنجح وتبقى رانك نمره واحد، نادال مثلا على سبيل المثال، صلاح على سبيل المثال، تنجح ده شيء مش صعب او يعني طبعا صعب، لكن الاصعب منه انك انت تحافظ على النجاح ده وانك انت تطور من نفسك وانك انت دايما تبقى بتنافس على انك تكون الافضل. ودي السياسه اللي بينتهجها النادي الاهلي للاسف، ما بينافسش غير نفسه. يعني اتمنى، انا دايما بقول الكلمه دي، اتمنى ان نشوف ان الناس بتستلهم من تجربه النادي الاهلي ونجاحات النادي الاهلي على كل المستويات، ونشوف تاني ده في النهايه يصب في مصلحه الاهلي نفسه لما يجد منافسه ويجد انديه بنفس المستوى. اصل يا جماعه القصة ليها قواعد وأصول، القصة مش قلة أدب وبلطجة، القصة مش دجل وشعوذة، القصة أبداً عمرها ما كانت صوت عالي. ممكن تسرق بيه حاجة مرة، لكن مش ممكن أبداً يبقى منهج عمل. والتجربة والعينة بينة زي ما بيقولوا. وبمناسبة نادال، تشاء الظروف والأقدار إن في السنة أو في نفس الوقت اللي بيحقق فيه الريال بطولته رقم 14 على مستوى الشامبيونز ليج، نادال بيحقق بطولته رقم 14 على مستوى رولان جاروس. طبعا النهائي اللي جمعه او جمع بين الاسباني رافا نادال، وركزت عليها حضور ليفاندوفسكي طبعا في تتويج ايجا سوايتك بالبطوله. وهنا الحقيقه اتحركت ليه في المدرجات نجم البولندي اللي قال يعني انه من مشجعينها او متابعينها، واللي هي الحقيقه يعني كان ليها رد فعلها طبعا على حضور اسطوره كره القدم العالميه البولندي طبعا الدولي ونجم البايرن ليفاندوفسكي اللي فيه كلام كتير قوي عليه الفتره اللي جايه. بالمناسبه، بمناسبه نجوم الكوره وبمناسبه النجاح وبمناسبه نجمنا المصري متألق وناجح، حتى لو ما حققش وما وصلش الالقاب اللي كان يعني كان قريب جدا من تحقيقها السنه دي، الكلام على النجم المصري محمد صلاح بعد موسم ناجح على المستوى الشخصي يمكن على مستوى ليفربول ما كانش على المستوى المأمول او المتوقع. كان نفسنا ليفربول ياخد، وكان يستحق الحقيقه الموسم ده مع كلوب ان هو ياخد بطوله كبيره تشامبيونز ليج بريمير ليج، لكنه للاسف ما نجحش. ورغم كده الحقيقه هو قدم واحد من افضل مواسم ليه السنه دي، سواء مع المنتخب او مع ما نجحش يا جماعه، ما حققش لكن الولد قدم كل ما عنده. وعشان كده يمكن اتحاد الكره المصري قرر انه يكرمه على هامش مباراه مصر وغينيا النهارده. المباراه طبعا منتظره، منتخبنا في اول ظهور ليه تحت قياده فنيه جديده بقياده كابتن ايهاب جلال، اللي كنا يعني حاطين عليه واحد كمدرب وطني، اثنين كايهاب جلال، انه يقدر يعمل نقله ان شاء الله باذن الله المنتخب ويقدم لنا المنتخب. مش النهارده عشان الناس ما تفهمش كلامي غلط، مش منتظر منه ابدا النهارده ان احنا نشوف نسخه جديده لمنتخب مصر، لكن عندنا امل كبير جدا انها تكون ان شاء الله بدايه انطلاقه جديده. ومع تكريم صلاح النهارده ان شاء الله يكون المنتخب كله في حاله معنويه كويسه، وان شاء الله يطمن جماهير المنتخب المصري على مشواره في تصفيات الكان. بعد الفاصل كلام كتير قوي عن المنتخب وعلى اولى مواجهات إيهاب جلال ضد غينيا النهاردة، هتكون مع نجمنا وضيفنا النهاردة كابتن خالد جدالة ضيفنا في السادسة بعد الفاصل مباشرة. على البركة ويبدأ مشوار جديد لمنتخب مصر تحت قيادة وطنية زي ما نادينا الوقت كتير جدا. وكانت الثقة في كابتن إيهاب جلال عشان يتولى المسؤولية في مرحلة احنا بننظر ليها ان المنتخب الوطني محتاج بشكل كبير جدا يستفيد بما حققه في الفترة الأخيرة، وما تستقلش أبدا بالإنجاز اللي حققناه في نهائي دوري أمم وبطولة أمم أفريقيا، لأنه أعتقد أنه كان في مكاسب حققها المنتخب الوطني تحت قيادة كارلوس كيروش. الأهم إن احنا نبني، والأهم إن احنا نكمل مشوار عشان نوصل لشكل
والصورة والشخصية لمنتخب مصر احنا كلنا منتظرينها وبنتمناها. نتكلم على مشوار المنتخب اللي يبدأ النهاردة، وبالتأكيد الأهلي حاضر في شهر اعتقد انه هتكون مواجهته كلها على عكس رأي ضيفي ونجمي النهاردة في الحلقة قبل ما نبتدي، شايفها انا صعبة، هو شايفها ممكن تكون من اسهل المواجهات. بس خلينا نرحب الاول بنجمنا النهارده كابتن خالد جد الله. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا احمد، نور الدنيا وبنسعد بيك دايما في السادسه، بنسعد بارائك وبتحليلاتك وبافكارك. شكرا يا احمد، وانا ببقى سعيد ان انا لما موجود معاك على طول يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. انا الحقيقه قبل ما ابتدي بالمنتخب وقبل ما اروح للاهلي عايز ابتدي، احنا يمكن كان معانا دايما احصائيه على دايما بنحب انه نوري الناس الوجه الاخر للكره اللي احنا يمكن ما بنشوفوش هنا كتير او ما بنشوفوش حاجه غير في النادي الاهلي، لكن دايما الكره اللي بقت صناعه وبقت استثمار وبقت ارقام وبقت احصائيات. النهارده كنا بنتكلم على محمد صلاح وانه هيتم تكريمه ما بين الهجوم على صلاح العنيف نتيجه يعني على مستوى الاهداف، يعني انه موسم ده يمكن من افضل مواسم الكوره بالنسبه لصلاح، وصل مستويات هائله بصراحه، تطور بشكل كبير جدا، لكنه لم ينجح في تحقيق شيء مع نادي ليفربول او مع منتخب مصر. النهارده اتحاد الكره على هامش مصر لقاء مصر وغينيا قرر تكريم محمد صلاح. شايف مشواره ازاي؟ شايف خبر تكريمه ازاي؟ وشايف صلاح نقدر نبني عليه ازاي ونستفيد بيه في الفتره اللي جايه؟ لا صلاح طبعا في غنى عن الكلام او في غنى عن التعريف، هو راجل لعيب دولي ولعيب بقى عالمي وحاجه واجهه مشرفه للكره المصريه وواجهه مشرفه لينا بشكل عام. يمكن ما حلفوش التوفيق مش هو بس، يعني نادي ليفربول ان هو ما قدرش ان هو ياخد كاس الامم الاوروبيه، لان برضو الكره مهمه قوي فيها مهمه قوي فيها دوري ابطال اوروبا مهمه قوي فيها التوفيق يعني مهمه قوي في كره القدم، عنصر مهم جدا هو عنصر التوفيق. التوفيق كان بعيد عن محمد صلاح وعن ليفربول وعن منتخب مصر في بطوله افريقيا وفي تصفيات كاس العالم. ولكن مش معنى كده ان هو ماشي بخطى مش ثابته، لا هو ماشي بخطى ثابته وخطى كويسه جدا، ونتمنى له باذن الله مع منتخب مصر في الفتره الحاليه ان يؤدي بشكل كويس وبصوره بتعبر دايما عن مستواه العالمي اللي احنا عارفينه عنه. شفنا ساديو ماني امبارح السنغال كسبت 3-0، جايب هاتريك، جايب 3 جوان، ده بقى الهدف التاريخي للسنغال مع منتخب بلاده. انا اتمنى ان دايما نحس بالفارق اللي هيعمله صلاح مع منتخب مصر. حته التكريم النهارده يعني انا كنت اتمنى صلاح يتكرم من قبل الماتش، يعني في اليومين اللي فاتوا دول يبقى تكريم لوحده. انا بخاف من الحاجات دي ساعه الماتش وتكريم في الماتش، لان الماتش النهارده برده مش سهل. فرقه غينيا من الفرق الكويسه، فرقه كوره كويسه ممكن يعني تبقى مقلقه بالنسبه لنا. فانا حته شكلك مش مطمن. لا اصل احنا مجموعتنا مش سهله، لان انا اصل ملاوي واثيوبيا ملاوي اقويه جدا، فرقه ملاوي كويسه جدا، يعني اللي يتابع مباريات كاس الامم موضوع كويسه ده نسبي قوي يا كابتن خالد. يعني لما نوصل في مرحله ان احنا نقول معك، انا دايما بحترم اي منافس ليس تقليلا طبعا من امكانياته، بس في النهايه في مقارنه تقال عليها مقارنه عادل او مقارنه على الاقل على الورق. لما اقلق من مجموعه فيها مصر واثيوبيا وملاوي وغينيا، ده معناه ان انا مش مطمن اساسا على منتخبي، لان انا مطمن على منتخبي ما قلقش من اي حد في افريقيا بما فيهم الكبار تونس، جزائر، مغرب، كوت ديفوار، غانا، كاميرون، سنغال، نيجيريا، ما قلقش من. فلما تبقى حضرتك برده مش مطمن في ظل الاسماء دي تبقى برده علامه استفهام شويه. انا مش مطمن لان انا ما ببصش للتاريخ، لا لو بصينا للتاريخ يعني نبقى مستريحين ومطمنين ومفيش قلق، بس انا ما ببصش لكده، انا ببص للحاله اللي واصل ليها كل منتخب دلوقتي. واللي عايز يعني يشوف او يقيم مستوى ملاوي وغينيا بشكل كويس يرجع للمباراه بتاعت كاس الامم الافريقيه اللي فاتت ويتفرج على الفرقتين عشان يعرف يقيمهم بشكل كويس، ده في الحاضر. تمام. انما لو في التاريخ، لا التاريخ طبعا احنا وملاوي حاجه، هم بعاد قوي عننا، وغينيا بعاد قوي عننا، اثيوبيا بعيده قوي عننا، ده من حيث التاريخ. لكن انت شايف من حيث الواقع مجموعه قويه، يعني انت شايف المجموعه دي هيكون فيها منافسه والمنتخبين دول تحديدا؟ احنا وغينيا وملاوي هتبقى منافسه كبيره جدا، وكل ماتش النقطه هتفرق، النقطه هتفرق. يعني النهارده الماتش على ملعبنا لازم نكسب. ماتش على ملعبك تعطلت هتبقى مشكله، اثيوبيا بره لازم تكسب.
لان الفرق الثانيه هتبقى حتى لما بتلعب اثيوبيا هتبقى بتلعب على الماكس. وبالمناسبه نتيجه ماتش ملاوي اثيوبيا النهارده، ملاوي كسبت 2-1. ملاوي انا ما اعرفش بس اهو جت من عندي. أيوه. انا بقول لك المنافسه في المجموعه، وبعدين خد بالك هي كره القدم لما الواحد بيعرف الحاجه من بدري يقدر يريح نفسه ويريح الناس ويريح البلد معاه. تمام. انما لو واجه حاجات هو ما بيعرفهاش غير في اوقات متاخره ممكن تحصل دروبات في الوقت ده. انا بقول فرقه غينيا وفرقه ملاوي ومنتخب مصر هيكون المنافسه بينهم هما الثلاثه على الفرقتين اللي هيصعدوا للدور اللي بعد كده. فعايزين كل ماتش نلعبه لوحده وكل ماتش نلعب على الثلاث نقاط ويكون لينا تواجد هجومي بشكل كويس. طيب انا هكلمك على ماتش النهارده يعني بتفاصيله بظروفه مقدماته، بس انا عايز اتكلم الاول على ايهاب جلال وتولي المسؤوليه. يعني عايز حضرتك تشرح لي حال المنتخب، ايه الحاجات اللي انت شايف فيها قصور وايه الحاجات اللي انت شايف فيها ايجابيات، وايه خريطه الشغل عشان نوصل بمنتخبنا مع كابتن ايهاب للشكل اللي احنا عايزينه. يعني في ناس تقول لك انه المنتخب كان مفتقد الروح، احساس الانتماء للتيشيرت، احساس انك انت بتطلع وانت بتلعب مع المنتخب احسن ما عندك، وبالتالي ده اتغير بشكل كبير في بطوله افريقيا الاخيره. في ناس بتقول انه امكانيات اللعيبه دي او امكانيات الجيل ده من الناحيه الفنيه والمهاريه هي كده، ما تطمعوش وما تفكروش انه المنتخب ممكن كورته تبقى احسن من كده. في ناس ثالثه تقول لك لا، احنا مشاكل الفروق في اللياقه البدنيه بين اللاعب المصري حتى المحترف منه، باستثناء احط صلاح بس على جنب شويه، فوارق كبيره جدا في النواحي البدنيه واللياقه البدنيه بيننا وبين المنتخبات على مستوى قاره افريقيا، فبالتالي ما تتوقعش انه. وفي ناس تقول لك لا، الناحيه المعنويه انك انت بقالك 12 سنه مش قادر تحقق انجاز واضح وصريح في الكوره، قتلت او يعني كسرت في الحاله المعنويه عند الجيل ده، وبالتالي بقى محتاج يطلع من الام. شايف ايه المشكله او تشخيصك انت للنواحي اللي فيها قصور، وازاي كابتن ايهاب جلال يشتغل عليها؟ لا، هو يمكن المرحله اللي احنا فيها دلوقتي اللي ايهاب هيشتغل فيها دلوقتي مرحله صعبه جدا، واهم مرحله هي ما فيهاش شغل. يعني المرحله من ساعه ما استلم المعسكر بقاله 3 ايام مفهوم، هنلعب مع غينيا وبعدين هنلاعب اثيوبيا وبعدين هنلاعب كوريا. الوقت ده الثلاث ماتشات دول من وجهه نظري هيبقوا اصعب مرحله في مشوار ايهاب جلال مع منتخب مصر. ليه؟ لان ايهاب كل ما بيطلع بيقول انا حبني على اللي فات. تمام. لان مفيش وقت ان هو يشتغل. مظبوط. اي مدرب عشان يشتغل مش هينفع يشتغل مع فرقه او منتخب يجمعه يومين ثلاثه وبعدين يلعب ماتش. فهو مضطر ان هو يبني على اللي فات، هو مش ممكن ما يكونش باختياره. يعني بس هو اللي حضرتك بتقوله ده معناه انه ايهاب جلال مش هيشتغل. لا، ليه؟ عشان يعني الاوقات اللي بعد كده. طبعا، هو انت من دلوقتي لغايه الكان اساسا ما عندكش وقت، بس هيكون لعب ماتشات. ما هو الشغل لا اما من خلال معسكرات يقدر ان هو يشتغل فيها من خلال وحدات تدريبيه، او من خلال اشتراك في المباريات يقدر يقيم فيه اللعيبه ويقدر يحط، يعني يشيل ويحط ويحط يبتدي يحط فكره يعني. فهو مش هيبقى عنده الوقت. المرحله دي في منتهى الصعوبه، وبالنسبه لإيهاب يعني انا اتمنى له طبعا كل الدعم وكل التوفيق، واتمنى ان هو يخطي الثلاث ماتشات دول بشكل كويس، لان هم ثلاث ماتشات. ماتش النهارده زي ما قلنا مع فرقه كويسه. أيوة. فرقه في ارضك تقيله في ملعبك، فانت مطالب انك تكسب. الماتشين التانيين انت خارج بره، ودي ورسمي، خارج سواء بره اثيوبيا بره او مع كوريا او مع فالماتشات كوري. مش سهله، محتاجه ان يبقى في توظيف كويس للعيبه. أيوة. اختيار تشكيل كويس، وهو ده اللي هيشتغله ايهاب. يتحاسب على الفاتوره يعني الثلاث ماتشات دول. ايا كانت النتائج انا ما اعرفش هو هيعمل ايه، اتمنى ليه التوفيق يعني، ولكنهم ثلاث اختبارات صعبين يعني. غينيا الى حد ما انا كنت شايف غينيا هي الوحيد المنتخب اللي ممكن يكون بيلعب كوره في مجموعتنا. انت شايف كمان معاها ملاوي. فغينيا على ارضك بس هي اول طلعه وما لحقتش يعني تلم الفرقه بدري وتحضر بدري. أيوه. بتبقى صعبه شويه، خصوصا الناس قاعده هتبقى متربصه. تاني ماتش عندك رسمي بره ملعبك برده الى حد ما في صعوبه، وثالث ماتش طبعا سول كوريا الجنوبيه، منتخب بالنسبه لنا احنا تقيل. اي نعم، شال خمسه من البرازيل، خمسه تقال. أيوة. بس معانا احنا هيبقى اكيد ليه شكل مختلف. فيحاسب على الفاتوره بتاعت الثلاث ماتشات دول ولا ملوش دعوه؟ هو للاسف عشان هو مدرب وطني مصري هيحاسب.
هيحاسب. لو مدرب اجنبي, لو أجنبي كان, ما كانش لا كان ممكن يقول لك لسه وما اشتغلش وبتاع والماتشات ورا بعض فهي ماتشات مهمه جدا ورا بعض وهو ما خدش فرصته في الشغل. من هنا بتيجي الخطوره. من هنا بيجي بقى الكلام والتركيز على دور اللعيبه جوه الملعب, لان دور اللعيبه انا من وجهه نظري مثلا في ماتش زي النهارده هو اكبر او اكتر من دور نتكلم على ماتش النهارده بالتفصيل. بس هتسمح لي نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن خالد جدار. اللي يقدر يقول او يجاوب على مشكلتنا في الكوره في مصر ايه, يقدر يقول او يوصف لكابتن ايهاب جلال روشته اصلاح حال المنتخب في ايه؟ انا الحقيقه شايف انه يعني طول الوقت شايف انه القماشه اللي موجوده مع اي مدير فني تقدر تطلع كوره حلوه وتقدر ترجع لمنتخب مصر قوته وشخصيته مره ثانيه, لكن كتير حاولوا وللاسف ما نجحوش. نتمنى انه الاجابه تبقى عند كابتن ايهاب جلال وانه العينه تكون النهارده باينة في مشوار منتخبنا في تصفياته اللي كان في مواجهه غينيا, اللي كابتن خالد جدالله ضيفنا ونجمنا اللي بكرر يعني ترحيبي بيه مره ثانيه, شايف انها مباراه مش سهله على الاطلاق. ماتش النهارده في ظروف صعبه على الاقل معنويا يا كابتن خالد, يعني معظم لاعبي الدوليين مروا بفترات ما كانتش احسن احوالهم, وخصوصا طبعا القوام الاساسي للمنتخب او اغلب لاعبته من النادي الاهلي. في بعض الاوراق الجديده بتنضم يمكن كانوا لعبوا دولي او ما لعبوش قبل كده, ففي فتره يعني ابتعاد طويله عن المنتخب او ما عندهمش خبره دوليه. اللاعبين اللي بره برضو اعتقد موسم ما كانش الافضل, وخصوصا محمد صلاح. شايف انه مطب صعب بالنسبه للكابتن ايهاب جلال؟ طبعا مطب صعب جدا, ولازم هو يشتغل على الحته النفسيه بشكل كبير جدا. لازم يخلق اللعيبه دوافع جديده, لان زي ما انت قلت احنا المنتخب طالع من خطوتين ما كانوش موفقين فيهم, كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس عالم. مزبوط. يعني ما قدرناش نوصل ناخد كاس الامم, ما قدرناش نوصل كاس العالم. ده اخفاق يعني في 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 كلامنا عن الكوره, ده اخفاق. فزائد ان مثلا محمد صلاح نفس الكلام, ده محمد صلاح بالذات ده الموسم ده كان يعني قوه كبيره قوي في منتخبنا. لعبت النادي الاهلي بعد بطوله افريقيا برضو اللي ما حلفناش فيها التوفيق, برضو فيه نفسيا برضو مكسورين طبعا. فالمنتخب بتاعنا نفسيا مكسور, فمن هنا لازم هيجي دور ايهاب جلال ودور الجهاز الفني بالكامل المعاون ليه, ان هم ازاي يطلعوا اللعيبه من النواحي النفسيه اللي هي يعني مش بشكل كويس, وازاي يرفعوا من النواحي النفسيه بالنسبه للعيبه, وازاي يخلقوا لهم دوافع جديده بدءا من مباراه النهارده. وهي دي الشطاره بتاعت اي مدير فني, ان لما يكون في حاله انكسار ازاي يخلق دافع جديد او دوافع جديده وابرزها للعيبه وابتدي احطهم على السكه اللي احنا نمشي لتحقيق هذه الدوافع وهذه الاهداف. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان باذن الله نشوف منتخبنا النهارده بشكل دايما كويس. كنت بحس انه احساس لعيبه مصر مش بس الجيل ده, كل الاجيال يعني بالذات الاجيال اللي حققت حاجات للكره المصريه يعني, ودايما كان بيهمنا واحنا بنحقق ده ان يبقى في حلاوه. المصريين دايما بيحبوا التاتش الحلو, بيحبوا جمال الاداء, يعني يحب انه منتخبهم يلعب كوره يمتعهم بيها. وفي اوقات كتيره كنا بنخسر بس كان بنلعب كوره حاجه تفرح المصريين. كنت بحس دايما كابتن خالد, ويمكن انت تقول لي او تاكد لي ده كجمهور يعني, انه اي لاعب بيلبس تيشيرت منتخب مصر وينزل يلعب بفانيله منتخب بيبقى الدافع اللي عنده الاساسي انه عارف انه هيفرح 100 مليون. فكره احساس ان الجمهور كله بيتفق على اسم منتخب مصر وبيقف في ظهر منتخب مصر, وان منتخب مصر قادر ال 11 لعيب دول قادرين ينيموا المصريين ال 100 مليون سعداء ومبسوطين, وقادرين برضه في نفس الوقت يعني لا قدر الله ينيموهم زعلانين ومتضايقين, ده في حد ذاته دافع. بعيدا بقى عن دوافع المجد الشخصي وتحقيق البطولات والكلام ده كله, مش عارف الكلام ده. لا طبعا كلامك مظبوط بنسبه 100%. تيشيرت منتخب مصر ده مسؤوليه كبيره واكبر دافع للعيبه, ان انت لابس تيشيرت منتخب مصر وزي ما انت قلت في ايدك ان انت تفرح 100 مليون وفي ايدك ان انت تزعل 100 مليون. فده دافع جديد ودافع المفروض الجهاز الفني يدوس عليه ويتكلم فيه مع اللعيبه بشكل كبير. طبعا هم عندهم في لعيبه عندها من الخبرات عارفه هذا الكلام وتقدر توصل لبقيه اللعيبه الكلام ده, ولكن
هناك فرق بين الإحساس بأن أنا لابس تيشيرت منتخب مصر ده بره الملعب، وهي كل الفكرة بالنسبة للعبة كرة القدم ما يؤدى داخل جوه الملعب. يعني أنا ما بزعلش على أي نتيجة حتى لو سلبية، في حالة واحدة بس ما زعلش، لما أحس أن اللعيبة كلها ما أثرتش. إنما اللي يزعل مش المكسب والخسارة، مش الخسارة، لا، اللي يزعل لما يبقى فيه خسارة نتجت عن تقصير داخل الملعب. فأنا أتمنى أن إحنا ما نقصرش، لعبتنا ما تقصرش خلال التسعين دقيقة، وبإذن الله النتيجة بقى نسيبها على ربنا سبحانه وتعالى. هروح مع حضرتك لقراية في شكل الأداء المطلوب من كابتن خالد، كابتن إيهاب، ومن من 10 سنين تقريبا ويمكن اكتر، يعني من بعد مرحله كابتن حسن شحاته، بقت السمه الغالبه على شكل واداء المنتخب ايا كان اسم المدير الفني الطابع الدفاعي. منتخب مصر بقى اكتر منه بيلعب بشكل دفاعي، وبيلعب على فكره انه يخطف كره كده، هجمه مرتده كده، كره طويله لصلاح كده، كل تقريبا المديرين الفنيين اشتركوا في الفكره دي مع المنتخب. اتوقع انه كابتن إيهاب قادر يغير الشكل ده، ولو هيعمل ده ايه الطريقة الأمثل، وإحنا كجمهور نستنى ده منه إمتى؟ لا، هو لازم يغير الشكل ده والفكر ده، لأن هي كرة القدم دلوقتي الحديثة زي ما احنا بنتفرج على كل ماتشات في الدوريات الأجنبية، الدوري الإنجليزي، الأسباني، تصفيات كاس اوروبا دلوقتي، الدوري الاوروبي، الدوري الاوروبي، الكوره دلوقتي وانا معايا كوره لازم اهاجم. مفيش فرقه بتعمل حاجه واحده، يعني انت في شقين، شق هجومي وشق دفاعي. اي فرقه محترمه واي فرقه نقول عليها فرقه كبيره وفرقه تقيله وهي معاها الكوره لازم تقدر ان هي تهاجم وتوصل لمرمى المنافس. ولما تتقطع الكرة ازاي بترتد وتدافع بشكل كويس جدا. احنا للأسف خلال الأوقات السابقة بشكل كبير جدا بنعمل حاجة واحدة، لا إما بندافع بنركز على الدفاع بشكل كبير جدا، فده بيأثر على النواحي الهجومية، وفي نفس الوقت ما بيديش لينا شكل هجومي، أو ما بيحسس الناس إن هي مبسوطة باللعب. ليه؟ لأن أنت بتلعب بنسبة 70% دفاعي و30% هجومي، وطبعا ده بيجي نتيجة الخوف من الهزيمة. يعني لما اي فرقه بتلعب، هل منطقي برضو يا كابتن خالد ان كل مديرين فنيين بكل المدارس اللي مسكوا منتخب مصر ما شافوش غير الطريقه دي اللي تناسب امكانيات اللعيبه، او انه تناسب قماشه الجيل ده من اللاعبين؟ يعني ما هو ده برضو علامه استفهام كبيره، ليه ما حدش فكر يغير ده؟ ليه انت جبت من مدرسه البرتغاليه، جبت اسماء كبيره زي كارلوس كيروش، جبت هيكتور كوبر، جبت برادلي، جبت كتير، وجبت من وطنيين برضو، كابتن شوقي غريب تولى فترة، كابتن حسام البدري تولى فترة، والناس مع كل الاحترام للأسماء دي في ولا مرة رضيت على شكل أو أداء المنتخب الوطني. يمكن هم كانوا قايسين إمكانيات اللعيبة إن هي ما تقدرش تعمل الحتتين، فبياخدوا منهم يعني الحتة دي بشكل، الحتة الدفاعية بشكل كبير، وخلاص النواحي الهجومية بيسيبوها بقى، يعني كرة ثابتة، فرصة، هجمة مرتدة، بتيجي كده. هي طبعا الأساس في الكلام ده في تحديد لأي مدير فني، في تحديد الشغل بتاعه القماشة اللي تحت إيده. قماشة هتقدر تهاجم ولما الكرة تقطع ترتد الدافع. قول لنا رأيك الشخصي، أنت شايف قماشة الكرة في مصر النهاردة، قماشة اللاعبين محترفين كانوا بره ولا جوه، تسمح لنا إن احنا هيبقى عندنا منتخب قوي يقدر يلعب كرة هجومية، يلعب كرة شاملة، يدافع ويهاجم، يلعب كرة ممتعة، القماشة تسمح بده ولا ما تسمحش عشان ما نظلمش الراجل برضه؟ لا، قماشتنا تسمح يعني هم في الحالتين، تسمح وما تسمحش، يعني تسمح بنسبة معينة وما تسمحش برضه بنسبة معينة. احنا دلوقتي في مرحلة، بالذات المرحلة اللي احنا فيها دي، انا اتمنى ان احنا نعمل نتائج كويسة بغض النظر عن العروض، العروض والكرة الحلوة مش مهمة دلوقتي. احنا المهم دلوقتي ازاي نطلع، إيهاب جلال يكون على النتائج طبعا. طبعا، يعني لان النتائج نمرة واحد، هتديله ثقة، وهو والجهاز الناس يعني هتحط ثقتها فيهم بشكل كبير جدا. نمرة اتنين، مع الوقت يبتدي يشتغل على النواقص اللي احنا كلنا عارفينها اللي مش موجودة في منتخب. ولكن المرحلة دي عشان مرحلة جاية بسرعة، وهو ما كانش عنده الوقت ان هو يشتغل، وماتشين ورا بعض، ف
في تصفيات مهمة جدا جدا، يعني النقطة ليها تمن والثلاث نقط ليهم تمن، فيبقى التركيز ان احنا ازاي نكسب ونجمع نقاط، ومع الوقت يبقى مرحلة بقى التركيز على تغيير النمط الأداء بالنسبة للمنتخب بتاعنا، تغيير شكل الأداء، تغيير التركيز على النواحي الهجومية. في مراكز عندنا فيها مشكلة كابتن خالد؟ في عندنا مشاكل، طبعا في بعض المراكز عندنا مشاكل. وهي المشاكل على ماتش النهارده؟ لا عموما، انا بتكلم عموما. انت عندك اللي يلعب في، يعني في كل مكان عندك اللعيبه اللي ممكن تلعب، ولكن درجه الاداء قد ايه؟ هو مش المهم ان عندي واحد يلعب باك رايت مثلا او يلعب باك ليفت، لا درجة أدائه هتبقى قد إيه؟ 4/10، 6/10، 9/10. فإحنا بنفتقد في بعض المراكز، مش لعيبة، اللعيبة موجودة، ولكن نفتقد في بعض المراكز الحرفة في الأداء والخطورة في الأداء. طب ما دي مهمة مدير فني. مش يعني مدير فني، هي يعني مهمة هو جهاز منتخب مع الأجهزة الفنية في الأندية. بالظبط بالظبط، هي دي مهمته. ولكن هل الدوري عندنا بيفرز لعيبة تقدر ان هي تأدي يعني بنوع من الثبات، او يبقى مستواها من 7/9 على المستوى الدوري؟ هل الدوري بتاعنا يفرز ده؟ حقك للجو. لا ما يفرز، ما يفرز. دي محتاج حقيقة. ايه عشان يفرز؟ محتاج حاجات، ان يبقى الفرق كلها بتلعب بنفس الاسلوب اللي احنا بنتكلم فيه، هجوم ودفاع، مش فرق بتنزل تدافع. عايز تقلب الدوري المصري دوري انجليزي مره واحده يا كابتن خالد؟ امال احنا التطور بيجي منين يا احمد؟ مش اقلبه دوري، التطور بيجي منين؟ يعني هل طول ما الدوري بتاعنا فيه فرق بتدافع بس؟ يعني انت قبل الهوا كنا بنتكلم على الماتشات اللي باقيه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، قلنا زمالك وبيراميدز وغزل المحل. انا قلت لك اصعب واحد فيهم غزل المحل. على العكس، انا كنت بقول له الزمالك وبيراميدز هم ماتشين تقال، انت قلت لي غزل المحل. هم ماتشين تقال بس الاصعب غزل المحل. ليه؟ غزل المحل هتلاعب النادي الاهلي او هتلاعبنا، بتلعب 80% دفاع. بشكل دفاعي وعشي، انما انت الزمالك وبيراميدز جيم مفتوح. فهتلاقي المساحات وتقدر تلعب كور. انا اتمنى ان الدوري بتاعنا كل فرق تلعب كده. ما هو ما ينفع، مش هتفرز لعيبه تقدر ان هي تستفيد منها لمنتخبنا الوطني وشكل أداء الدوري والفرق بالطريقة دي. النقطة وإزاي أدافع بس عشان أخد بونت وعشان ما أخسرش وعشان، لا ما ينفعش. الكرة مش كده، الكرة عندنا احنا بس كده. إنما في أي حتة اتفرج على أي دوري من الدوريات هتلاقي الماتش شغال، الفرقة اللي معاها الكرة بتروح وبتهاجم، والفرقة التانية لما تستحوذ على الكرة بتهاجم. إنما الشكل الدفاعي يعني اللي احنا فيه ده في يعني الدوري صعب. اللي انت بتقوله ده يتحمل مسؤوليته إدارات أندية، ولا يحمل مسؤوليته مديرين فنيين هم اللي يعني بيلعبوا على الفكر ده أو الطريقة أو لا؟ يتحمل مسؤوليته نمرة واحد اتحاد الكورة، إزاي ينشئ نظام لتغيير الفكر بتاع الدوري بتاعنا. سيبك من الرابطة بقى. يعني الرابطة ازاي يفكروا في افكار جديدة متطورة عشان ننتقل من مستوى الاداء بتاعنا في الدوري لمستوى تاني احسن. ازاي نرفع المستوى للفرق كلها، مش الفرق، مش الاهلي وبيراميدز، لا لا، الفرق اللي تحت. الفرق اللي تحت، اصل مش معقولة دوري بتاعنا يبقى 80% من الفرق او 70% من الفرق اللي بتلعب بتنافس على الهبوط. طب ده ينفع؟ طب هتقول لي لعيبه ومدير فني يختار منين، ولا هيعمل ايه، ولا هيلاقي وقت يمرن منين؟ فهي العمليه لازم نعرف ايه المشكله. المشكله هي دي. يعني انا مثلا الاتحاد بتاع الباسكت، الاتحاد الهاندبول، بيعملوا افكار سعيد قوي بيها، هم بيفكروا فيها وبيحطوها عشان تبقى المسابقه اقوى. احنا محتاجين كده. طب تعالى نطرح الافكار دي، بس هتسمح لي اروح لفصل اخير ونرجع نستمتع بكابتن خالد جد الله معنا في السادسة. قبل الفاصل كابتن خالد جد الله كان بيقول لنا انه قصة مش بس قصة مدير فني، القصة قصة رابطة أندية واتحاد كورة ومسابقات محلية تقدر تفرز القماشة والعقلية والثقافة اللي تسمح ان احنا يبقى عندنا منتخب قوي وكرة هجومية. كنت بتقول لي وده حقيقي، يعني انا ما اقدرش انكر الحقيقة انه في الهاندبول مثلا مصر خدت او عملت طفره ونقله
ما حدش كان يتخيلها ولا كان يحلم بيها. واعتقد ان ده كمان مش بس خلى المنتخب المصري او المنتخبات المصريه المختلفه تنافس على بطولات عالم وتلعب مع كبار اللعبه باريحيه شديده جدا وبمنتهى الثقه بالنفس، والجمهور كمان بقى بيحب اللعبه وبقى بيشجعها وبقى بيشوف منتخبه دايما قادر على، يعني بتهيألي على مستوى الرياضات الجماعيه اكتر منتخب فرح المصريين في ال 20 سنه الاخيره هو منتخبات الهاندبول يعني. بالظبط. فازاي من وجهه نظرك تقدر تطور مسابقات؟ هل مثلا بنتكلم في انك تقلل عدد انديه؟ هل انك انت تغير في شكل او في نمط حساب البطل المتوج بالبطوله؟ يعني برضو ده محتاج من الناس انها تطرح افكار جديده او رؤيه جديده للمسابقات. هي محتاجه ان الناس تقعد، يعني لو اتفقوا ان لازم يشوفوا افكار جديده او يبتكروا افكار جديده لتقويه المنافسه وتقوية الفرق من خلال الأداء في مسابقة الدوري العام، دي حاجة تبقى كويسة. لأن أكبر دليل على الكلام اللي أنا قلته لك يا أحمد، لما تيجي تبص على منتخب مصر هتلاقيه أهلي بنسبة كبيرة، محترفين، زمالك، بيراميدز. أيوة. بقيت أندية الدوري فين؟ إذا كنت أنت بتقول الدوري بتاعك دوري قوي تاخدش لعيب من نادي تاني؟ مفيش. مفيش. يبقى إحنا إزاي نفكر ونبتكر أفكار تخلي الدوري بتاعنا الفرق كلها تلعب معايا الكرة، بهاجم، ما بعيش الكرة برد بسرعة أدافع، لأن هو ده النمط الحديث لكرة القدم. أبسط حاجة يعني وأنا قاعد كده ممكن أفكر فيها، إن الفرقة اللي ما تجيبش جون ما تاخدش، يعني مثلا لو الجيم خلص 0-0 ما فيش النقط، خلص تعادل إيجابي 1-1 2-2، أيوة. انت بتشجع الفرق ان هي تجيب جوان، ان هي تهاجم. أيوة. يبقى ماشي في نقط، يعني هي حاجات بسيطة. بس لو الواحد، أيوة. طبعا يعني لو الواحد الناس تقعد واحدة واحدة ويفكروا ويوصلوا لعيب الكرة المصرية ايه هو اللي هو اللي انا بتكلم فيه ده، وازاي نتغلب على هذا العيب، وازاي نقويه، وازاي نخلص منه، صدقني هتبقى هناك طفرة في مستوى اللعيبة ومستوى كرة القدم في مصر. طيب فاكر انه في واحدة من نسخ الهاندبول تقريبا كان بعد الماتش لو الماتش انتهى بالتعادل مفيش حاجة اسمها تعادل، تلعب مثلا كرات ترجيح أو ترجع بخمس دقائق، لازم فرقة تكسب. لازم فرقة تكسب، فبالتالي ما يبقاش بالنسبة لك قدامك غير انك تكسب، يعني هو بالزبط. الهدف الوحيد انك تكسب، لانك حتى لو طلعت مباراة درو هيبقى في حاجة تفصل في النتيجة في الآخر، ممكن ضربات ترجيح، ممكن خمس دقائق إضافية. بالزبط. يعني معرفش ايه ممكن تبقى الفكرة، فكر صغير، فكرة بسيطة اهي، ولكن دي مردودها كبير جدا. يبقى كبير جدا. مثلا في الباسكت بول انت، أيوة. لما بتبتدي الكرة من نص ملعبك مش عارف عندك 8 ثواني عشان تعدي نص الملعب الفرقة التانية. طب ما دي فكرة، مش دي يعني دي حاجة بسيطة ممكن الناس تبقى، أيوة. بس دي لو في الكرة ازاي ما انقلش في نص ملعبي كتير وانقل لقدام عشان اتحرك لقدام، دي صدقني هتعمل طفره. انت رجعتني لماتش ايرلندا لما قعدنا نرجع الكوره، فقال لك لا دي مش كوره، الراجل المدير الفني بتاع ايرلندا هو يرجعوا الكوره لشوبير يوميها، وكانت الكوره لما ترجع للجون يمسكها بايده، قال لك انا ما شفتش كوره بالطريقه دي. فيعني احنا محتاجين كده يعني. طيب تخليني اتابع معاك تشكيل المنتخب، تم الاعلان عنه ماتش النهارده غينيا. حراسه المرمى هيبقى ابو جبل، في الناحيه الشمال هيبقى ايمن اشرف، في القلب معانا الونش وياسر ابراهيم، وفي الناحيه اليمين باك يمين عمر جابر، في نص الملعب هيكون السوليه معاه حمدي فتحي، معاهم امام عاشور، تريزيجيه وصلاح ومرموش. يعني في حاجات مش قادر اقراها وافهمها. السوليه وحمدي وامام في ثلاثه في وسط الملعب، ومرموش يعني مع تريزيجيه وصلاح. طب خلينا نسمع راي هو الراجل. طبعا عنده نص الفرقه ورا مش موجود، يعني انت لو بصيت حضرتك للاساسيين يعني بصرف النظر عن موقف غيابهم او اسباب غيابهم، احنا كان اساسيين ورا دايما شناوي، فتوح، حجازي، الونش، ودخل عبد المنعم فتره مكان حجازي بعد اصابته، أيه. وكان اكرم ودخل مكانه عمر كمال عبد الواحد. ايوه. كل دول مش موجودين. ايوه. فبالتالي هو بيلعب بنص فرقه ورا لسه اول يعني مره ما كانوش يعني موجودين قبل كده، اول مره يلعبوا مع بعض، او يعني لو ما يعني ايمن بيلعب كان بيلعب في القلب مع ياسر في الاهلي، لكن هنا بيلعب طرف شمال، الونش مع ياسر في القلب، عمر جابر في اليمين. يعني رايك في التشكيل عموما؟
هو طبعا بالنسبه لخط الدفاع وحارس المرمى هو مرغم يعني الشناوي طبعا ربنا يشفيه من الكورونا كان هيكون موجود ولكن ابو جبل اهو موجود والرباعي بتوع خط الظهر زي ما انت قلت هم يعني يمكن الونش اكترهم كان بيلعب موجود يعني. ولكن باذن الله ربنا يكرمهم يقدروا يادوا بشكل كويس ولكن من التشكيل ده تاكيدا لكلامي ان كويس ان ايهاب جلال عارف قيمه فرقه غينيا يعني الثلاثي بتاع خط النص طبعا حمدي فتحي والسوليه اثنين لعيبه ارتجاس في نص الملعب حط معاهم امام عاشور امام برضو من اللعيبه الكويسين ايوه يعني انت مقتنع بامكانيات امام في المنتخب لا هو لعيب كويس جدا من وجهه نظري يعني ولكن امكانياته كبيره جدا وقدامه مستقبل كويس لو هو فكر مخه يبقى على قد مستواه يعني تفكيره يبقى كويس دي مشكله اللعيبه في مصر بالظبط الثلاثه اللي قدام صلاح ومرموش وتريزيجيه برضو هنلاقي تريزيجيه بيسقط مع نص الملعب عشان في النواحي الدفاعيه يبقى في رباعي ويبقى مرموش وصلاح لا اما بقى صلاح متطرف شويه ومرموش راس حربه او ممكن يبقى في تبادل ما بينهم وبين بعض فيعني ده من احسن الاختيارات اللي موجوده اللي كان ممكن يبتدي بيها الماتش في اغلب الاوقات الطريقه دي بتبقى طريقه دفاعيه وتعتمد على هجمات مرتده وتعتمد على اللونج باس بشكل كبير جدا ولعبناها كتير جدا في الفتره الاخيره وبالذات اخر يعني لو بصينا لاخر مرحله كيروش لعبناها او كانت الطريقه الاساسيه في بطوله امم افريقيا هل تتوقع ان الطريقه كمان بما انه التشكيل كده والطريقه كده هتبقى نفس الطريقه ولا مفترض انه كابتن ايهاب يبتدي يحط او يقري اللعيبه انه عايز يغير وعايز يحط بقى فكره وطريقته يعني انت عندك ثلاثة بيمتازوا بالسرعة قدام صلاح ومرموش وتريزيجيه فدول برضو هيحلوا لك بدل ما هتنقل كتير ورا لا ممكن بكورة بتطلع كورة طويلة بتطلع لحد منهم وبعدين بتبتدي الفرقة كلها تطلع وتلعب على الكورة التانية وتبتدي تنقل في نص ملعب غينيا ليه لان هو عنده صلاح سريع ومرموش حركتهم خفيفة يعني ولكن أنا أتمنى النهاردة أن اللعيبة تكون في حالتها كل واحد يكون في الحالة اللي احنا عارفينها عن مستواه وهو نقى اللعيبه اللي هي تقدر تعمل الكلام اللي انا كنت بقوله لك ازاي وانا معايا الكوره ادافع وازاي لما الكوره تتقطع ارجع اهاجم بالذات الثلاثه بتوع نص الملعب الثلاثه بيقدروا يقوموا بهذا الكلام يعني امام عاشور وعمرو السوليه وحمدي فتحي ولكن حمدي يمكن نسبته دفاعيه اكتر شويه ولكن عمرو السوليه وامام هيقدروا يعملوا ازاي يهاجموا وازاي يردوا لما الكوره تتقطع في مكانهم فباذن الله نتمنى التوفيق قصه الاستحواذ يا كابتن خالد قصه انك انت تحتفظ بالكوره وتنقل وتنقل الكوره على الارض وتبقى عندك جمل او خطط متمرن عليها وبتوصل بيها انك انت تحقق اهدافك من وجهه نظرك عندنا لعيبه في مصر تقدر تعمل ده يحط الكوره تحت رجله يكنترول يطلع باص سليم ولا دي واحده من مشاكل الكره في مصر في الفتره الاخيره لا طبعا من مشاكل الكره في مصر عدد قليل من اللعيبه اللي تقدر تعمل الكلام ده ولكن انا عايز في الحته دي ليه هو لما انا استحوذ واقعد انقل كتير دي ميزه ولا عيب اوكي هي ممكن تبقى ميزه وممكن تبقى عيب خد بالك انا بنقل بالعرض في نص ملعبي ولا بنقل يعني قدام لو بلعب قدام فرقه بتضغط كويس هتبقى عيب طبعا الاسهل ايه او المؤثر في كره القدم ايه ان ازاي اوصل لمرمى المنافس باقل عدد من اللمسات ده في علم الكوره يعني ده في علم الكوره ازاي باقل عدد من اللمسات تمام اوصل لمرمى المنافس مش ان انا استحوذ واقعد اباص كتير لان هناك فرق ما بين الباص العرضي والباص الطولي الباص الطولي ده احنا اللي بنفتقده يعني احنا الباص العرضي ماشي يعني اوكي بنباصي وبالعرض وورا وزي ما انت عايز انما احنا بنفتقد الباص المؤثر الايجابي اللي هو الباص الامامي الطولي للامام لان الباص الامامي ده لازم اللعيبه تتحرك للامام عشان اقدر اباصي لقدام ما انا مش هقدر اباصي الكره لقدام غير لما الاقي لعيبه تتحرك ولازم اللعيبه تتحرك من غير كوره يعني في اوقات كتير جدا بالظبط فانت محتاج يعني بحس في اللعيبه في المنتخب بحط نفسي دايما ايه في نفس السيتويشن كده لما بتجي لي الكوره حتى لو انا مهاري وعندي القدره ان انا احافظ على الكوره وممكن ارقص واحد واثنين حتى لو ده عندي ما بلاقيش حلول ما بلاقيش حد بيظهر لي اسند عليه فبالتالي في مواقف كتيره جدا بشوف اللعيبه كله عايز يخلص من الكوره يعني مع فكره البارسا مثلا بشوف او طريقه بيب جوارديولا مثلا انه دايما اللعيب عنده
مش حل واتنين مش اختيار وتلاتة. واحد اختيار واتنين وتلاتة. فبيختار الاسهل بالنسبه له. فالكوره ما بتتقطعش، فبتلاقي كوره سهله، بتلاقي كويس. الفرقه بتلعب كوره سهله وممتعه، تحس ان هم بيلعبوا حتى من غير ما بيبذل، الفرقه بتبقى طايره كده، ما بيبذلش مجهود. الكوره هي اللي بتبذل المجهود ده. أيوه. بس ده شغل وتكتيك وطريقه واسلوب، محتاج حد ومحتاج وقت بالظبط، ومحتاج فكر لعيبه. اصل انا اتحرك من احنا لعيبتنا اللي معاه الكوره، الكوره بتتلعب من هنا يا كابتن خالد، بيقعدوا يتفرجوا عليه هيتصرف ازاي. طب ما هو زي ما انت بتقول يجي يتصرف مش لاقي حل، فالكوره بتتقطع. لا، ازاي انت معاك كوره، ازاي اتحرك لك افضي نفسي وزميل التالت وزميلنا التالت يتحرك، يبقى انت عندك ثلاث اختيارات، فمش هتغلط في الباص. صحيح. خلينا نعرض لحضرتك صورة الدرع اللي هيتسلمه النهاردة محمد صلاح، طبعا بمناسبة تكريمه من اتحاد الكرة. ده شكل الدرع، هو أطول من كده شوية، يعني الصورة كومبرست أو يعني مضغوطة، بس هو يعني الدرع يعتبر طويل شوية. و always proud of you، دايما فخورين بيك. الاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا ده الدرع اللي هي بمناسبه محمد صلاح، عايز اخد رايك في حاجه يا كابتن. اتفضل. يمكن تقرير جديد فرداه الميرور، تعرف في كلام كتير على صلاح مكمل مع ليفربول ولا مكمل مع فريق تاني. ايوه. اخر التقارير المرتبطه بموضوع صلاح ده مرتبط بتيشرت البارسا الجديد اللي اعلن عنها طبعا البارسا للسيزون الجديد. التيشرت دي خد منها البارسا اللي كان بيعاني ماليا، وهنعرض لحضراتكم الصوره بتاعت تيشرت برشلونه الجديد، الكيت الجديده بتاعت الموسم اللي جاي. كان بيعاني من ازمات ماليه، دي التيشرت بيعنها طبعا ده خوان لابورتا رئيس النادي بيريفيل او بيعلن عن القميص الجديد لنادي برشلونه. وزي ما حضراتكم شايفين الالوان الجديده اللي بيها التيشرت والكحلي فيها لون غالب عليها شعار سبوتيفاي. الشعار ده قبض منه نادي برشلونه. هنا بنتكلم بقى على ايه اللي كنا ابتدينا بيه الحلقه، التسويق والاستثمار الرياضي. وشعار على التيشيرت قبض او عقد تقاضى بمقتضى نادي برشلونه 235 مليون يورو، وبالتالي فتح الباب بشكل كبير جدا لفكره انه يخرج من الازمه الماليه. طبعا انت بتتكلم على ديون كبيره جدا، لكن ده هيساعد البارسا على انه يعمل صفقات يعني يعوض بيها المستوى اللي وصل ليه في السنوات الاخيره. ومن ضمنها كابتن خالد طرح اسم محمد صلاح اللي فشل او تعثر مفاوضاته مع ليفربول، بيقول انه وصل لاتفاق مع برشلونه عشان يبقى في صفقه انتقال حر في الموسم ما بعد القادم. صلاح من حقه ان هو يمضي ويوقع على اي نادي ابتداء من شهر يناير اللي جاي، وبالتالي احتماليه انه يكون موجود مع برشلونه قائمه، احتماليه انه يكون تعويض للريال عن صفقه عدم اتمام صفقه امبابي قائمه، بقائه في الليفر مازال احتمال قائم. من وجهه نظر كابتن خالد، ايه الافضل لمحمد صلاح؟ انا اتمنى يروح برشلونه. اتمنى يروح برشلونه، لان برضو هو هيأدي بشكل كويس في الدوري الاسباني. أيوة. ومع فرقه برشلونه كلها لعيبه كوره، فرقه كلها عندها الحلول، تلعب كوره على الارض، تلعب سروهات قدام. أيوة. وصلاح محتاج لناس لعيبه كوره جنبه. أيوة. صلاح من اللعيبه اللي محتاج لعيبه كوره حواليه. أيوة. عشان يقدروا يوصلوا له المرمى ويقدروا يظهروا له امكانياته. الاهلي في اعلى درجات تركيزه، ثقه في ده تماما. الفريق ان شاء الله باذن الله بيستعد للمواجهات اللي جايه، وكلها مواجهات صعبه، اما بسبب غياب الدوليين، اما بسبب صعوبه الفريق المنافس. يعني هو فرق مواجهات دربيات بقت بحكم ان احنا تعودنا الاهلي والمحله ليها يعني صراع خاص. الاهلي والزمالك ديربي الدربيات الكلاسيكو بتاع الكره المصريه، والاهلي وبيراميدز بقى في السنوات الاخيره واحده من الماتشات اللي بيستناها الجماهير. الكلمه اللي توجهها للجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي قبل ما نرجع تاني نستأنف المشوار يا كابتن خالد. انا هقول للعيبه ننسى اللي فات، ننسى البطوله افريقيا اللي فاتت، اللي جايه اكتر وانجازاتكم كتير جدا، فما فيش مشكله ان احنا نيجي التوفيق يبقى بعيد عننا في بطوله، واحنا عارفين هي ضاعت ازاي والملابسات اللي حصلت قبل الماتش كانت عامله ازاي، عشان ما نكررش الكلام. فكروا في اللي جاي، بطولات كتيره جايه باذن الله ما تخرجش من ايديكم. نورت الدنيا واسعدتنا بوجودك معانا كابتن خالد، نسعد بيك دايما في السادسه. شكرا يا احمد. شكرا لحضرتك، وشكرا لكل مشاهدي ومتابعي السادسه. بشكر لحضراتكم متابعتكم لحلقه النهارده، وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشه الاهلي. تحياتي ليكم.